أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. ورد إلينا خبر عاجل مؤسف ومحزن للغاية من الأردن، جريمة قتل جديدة اليوم. بالأمس كان هناك جريمة قتل في إربد، واليوم جريمة قتل أخرى. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ صباح اليوم الثلاثاء بوقوع مشاجرة عشائرية في إحدى مناطق غرب البلقاء أثناء خلافات سابقة، حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه شخصين، نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر. الله يرحمه ويصبر أهله وزويه على وفاته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب الآخر. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والمزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة.